كابتن درك في ولادك او صفى معاك حزبه فيهم؟ بمعنى يعني مين ما كانش ليه في ياسر ريان فطلعه في ولاده كمدرب يعني؟ اه لا في كتير بس مش بلا ذكر اسم. احمد ابني كان بيشتم، احمد ابني كان المدرب بينزله اخر خمس دقايق في الماتش ويطلعه تاني. تخيل انت تحت تغييره، ما هوش بادئ مثلا الماتش ويخرجه اخر خمس قبل ما الحكم بيصفر بينزله ويخرجه. فحتى سالت احمد ابني في مره من المرات بقول له يعني المدرب ده انت لو شفته في يوم، قال لي لا انا مش هقدر اسلم عليه، بس لو علمني الصبر، علمني ازاي ابقى انا عندي الجلد. ده المدرب ده لاعب في النادي الاهلي. اه مش لا يعني ما لعبش فتره طويله بس برضو موجود يعني ايا كان. احسن هي خلي بالك ما رحتش مره اتكلمت معاه قلت له يعني؟ قلت له طبعا هتصفي حساباتك معايا في لا مش وانا ما فيش حاجه بينه وبينه اصلا. هو معنى كده زي ما انت بتقول لا في ناس كده، في ناس عندها عقده من ولاد لعبت الكوره. ما كابتن شوبير طلع معاك طلع قبل كده وناس وقدم مصطفى شوبير مش عشان خاطر كابتن شوبير. مصطفى شوبير ده من احسن حراس مرمى في مصر والله والله مش طبيعي. مش عشان انا بقول لك ليه، مش عشان انا ولاد لعب كره فانا بجام، لا انا بقول لك اهو مصطفى شوبير من واحمد طارق سليمان في حراسين مرمى عندنا في النادي الاهلي على مستوى عالي. بس طبيعي ولاد لعب الكوره احسن مش هو لعب كره ولا في مدربين عندهم دي. بس انت بتقول المدرب ينزل اللاعب خمس دقايق واسحبه؟ هو هي وجهه نظر. هتروح تقول له ما ينفعش؟ بس انا كزميل بتكلم معاه قال لك ايه بقى؟ يقول لي لا انت عارف احسن احمد نزل وكان مصاب وخفت عليه كلام خلاص بيدي مبرر. بس هو ما بيكلمش مونس ديكور. ما هو للاسف ما هو بس يعني انت بيكلم واحد فاهم. انا لما اكلم حضرتك وانت فاهم طيب لو حط نفسك هعمل ايه؟ ايه اللي انا اقدر اعمله؟ ده كلام مش يعني كوره يعني ولا خلاص. ما انا قلت لاحمد ويمكن ده اتعلم برضه اللي في موقف اكيد وانت لعيب كوره لازم تعرف اللي في موقف صعب هتقابلك، في موقف هتحارب فيها.